بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أبارك وأهني لأبني عبد الله بن سالم البحيري على زواجه هذا اليوم، وأسأل الله أن الله يوفقهم ويسعدهم إن شاء الله، ويجمع بينهم في خير، ويرزقهم الذرية الصالحة إن شاء الله بحول الله وقوته. فأقول له ألف ألف تريليون مبروك، الله يوفقنا وياه إن شاء الله ويبني بيته. حيا الله الجميع، وحيا الله من جاء من جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وحيا الله أخوياه اللي جو من تبوك، من جدة، من المناطق الجنوبية، مرحبا بهم ألوف، مرحبا تريليون، الله يحييهم ولا زان العرس وإلى تشريفهم لنا. باسمي وباسم الحاضرين جميعا نبارك للحبيب العزيز الغالي عبد الله بن سالم البحيري، ولا نقول لهم إلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير، ونتمنى لك حياة زوجية سعيدة يا عبد الله. نبارك لأخوي عبد الله بزواجه، والله يبني بيته ويهنيه، والف مبروك الزواج. أهني عبد الله أخوي وحبيب قلبي بزواجه إلى هذا اليوم، والف مبروك، والله يبني بيتك وهنيك بزواجك. حاب أهني أخوي عبد الله سالم البحيري بزواجه، والله يبني بيته ويحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهني عبد الله أخويا، والف مبروك، نسأل الله أن يبني بيته. أهني أخوي عبد الله بزواجه، والف مبروك لك، والله يبني بيتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبارك لأبو سالم ونقول له ألف ألف مبروك، أسأل الله العلي القدير أن يرزقك النية والذرية الصالحة وأن يتمم لك على خير، أسأل الله أن يوفقك. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، رسالة ثانية باسمي أنا يا حمدان، وباسم أبو علي الشيخ شهوان بن سبيع في المقدمة، وإخواني جميع، نتقدم لك يا أبو سالم يا ولد العم بالبركة، ونقول لك ألف ألف مبروك، وأسأل الله أن يتمم لك على خير إن شاء الله، وأن يرزقك النية والذرية الصالحة. أبوي يهديك السلام ويقول ألف ألف مبروك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة نبارك لفارس هذه الليلة العريس ولد العم عبد الله بن سالم، ونقول له كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير. ومن هذا الموقف أنتهي الصراحة دعاء، ندعو لوالد العريس العم سالم، وسأل الله العلي العظيم أن يجمعنا به في جنات النعيم وأن يعوضنا فيه بأبناء، فأنه على ذلك قدير. وطاب ليلك يا عريس. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نهني ونبارك للولد عبد الله بن سالم بن سبيع البحيري، عند باب الحقيقة حين نفرح في هذا المناسبة، ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزق ذرية صالحة، وأن يرزقها في هذه المناسبة، وأن يجعلها إن شاء الله زواجها هذا زواج طيب، ويرزقها ذرية صالحة، وأن يوفقها في الدنيا وفي الآخرة، وأن يوفقها في حياتها الزوجية، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. نرحب بضيوفنا القادمين من خارج مدينة الرياض ومن مدينة الرياض، ونقول لهم حياكم الله جميعا، والله يوفقكم ويعينكم على ماخذ التعب هذا وعلى تكبد السفريات والخسائر والوصول إلى هذا المناسبة، وأنت أعطيتنا أكثر من جهودكم في هذا المناسبة، وأسأل الله أن يوفقكم وأن يحييكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، أهني عبد الله السالم وأقول له ألف ألف مبروك، ولد العم ولالنا يعني جميل فيه ويستاهل الحضور هذا ويستاهل المجيء كله، فألف مبروك لك، وأتمنى لك حياة زوجية سعيدة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نقول ألف مبروك يا أبو سالم بالنيابة عني وعن صديقك الروح بالروح عبد الله سرحان. ألف مبروك يا أبو سالم، وبارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وسأل الله أن يعمر بيتك. ومشكور على الدعوة والحضور، والناس اندل دل على محبتهم لك، واندل دل على وقفتهم معك، وانت معروف، والوالد معروف، اخوانك كلهم معروفين. واسال الله ان يبارك لك يا سيدي، وان يرفع قدرك، وان يرفع مشانك، وان يعمر بيتك، ومنك المال ومنها العيال. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.